شكله ده شكلها حالة اتش اتش اس من السانكن اي ريفيل تايم معاه زيادة هيدريت. اولد ايوه ايج تايب 2 وكان كوماتوز في البيت، يلا كده مش مستشفى عصير. طيب هيموجلوبينه كويس، التوتال بتاعه هاي، هاي توتال هو السبب بتاعنا، ممكن يكون اثريا البليتليت تمام، السي ار بي برضه زايد معناه في انفكشن، صوديوم بوتاسيوم نورمال، يوريا الكرياتينين اوفر ليميت الاثنين هاي، يعني الجلوكوز 54 خلاص يا باعتبارها اتش اتش. طيب بالنسبه للاي بي جي كان 7.32 يعني نورمال بي اتش، ثاني اكسيد الكربون 3.7 برضه نورمال او لور ليميت شويه. طيب الاكسجين تمام، قال لي حبه اللي هو مفترض من 10 صح، حاليا 9، الباي كربونات 18 واللاكتيت 2.4. اليورين ديبستيك اناليسي قال انه 2 كروس جلوكوز، التوتال بتاعه كان ما في وايت بلس سيل ما في ليكوسايد بس 1 كروس كيتون. بيشن واز تريتد ويز اوكسجين intravenous antibiotic for chest infection and prophylactic low molecular weight heparin. He was treated with a local diabetic ketoacidosis protocol. طيب with IV insulin sliding scheme. فرد عكسوا له الموضوع، ادوا علاجات الدي كي اي، اخذ انسولين على طول من البدايه. Sliding scale and IV fluid اخذ كم؟ 5 لترات ونص تقريبا in 24 ساعه. His repeated blood 12 ساعه بعد ذاك كان كالآتي. هو اتعالج بالغلط قصده هنا ولا ايه؟ كده نشوف الانفستيجيشن حصل فيها مشكله تقريبا. الصوديوم كويس لان هو عنده اسيدوزز عشان كده ادينا انسولين عشان هو وين الاسيدوزيس 7.35 يعني 32 قال لي 3 تقريبا حاجه بسيطه قوي مش اسيدوزز قوي يعني. طيب كده نشوف انه الحسبه شنو. طيب الصوديوم يعني لسه في النورمال، البوتاسيوم بدا قل شويه، يوريا والكرياتينين لسه، الجلوكوز بقى 5 عديل. طيب البايكربونات كويس في النورمال، اللاكتيت 1.7، سي رياكتيف بروتين ستيل هاي. بيشن ديفلوب جراند ميل سيزر والجي سي اس بتاعه ريمين 10 اور افتر سيزر ريمين 10 جي سي اس يعني لسه البيشن ده كان كوماتوز او ماشي على انه كوماتوز عديل 10 ساعات افتر سيزر. وات از ذا موست لايكلي كوز اوف نيورولوجيكال، معناها فعلا معناها البيشن ده اتعالج بالغلط لانه جاي بفيتشر بتاع كوما كوماتوز، واحد جاي بيلدري كان كوماتوز في البيت. بعدين الصوديوم، الصوديوم كان كام؟ الصوديوم كان 150 ما من الاول نزل 149، نزل نزل كتير، نزل كتير خلال 12 ساعه. المفترض يقول لي يعني 10، المفترض 149 على الاقل وصل 139 بس كماكسيمم. اوفر كوركشن جامد حصل، مش اوفر كوركشن، انه احد علاج يعني غلط، احد علاج دي كي اي بدل الهايبر اوزمولر. لما ياخذ انسولين في البدايه انه بيقوم بكدس بيه بيعمل رابيد دروب. فالسبب يلا هنا حيكون شنو الموست لايكلي كوز اوف نيورولوجيكال هايبوجلايسيميا، هيبقى اديما سيريبرال اديما. هو قلل الاوزمولاريتي بتاعت البلد جامد تمام، جلوكوز سواء صوديوم نزلهم جامد، فبقى السيلز بتاع البرين هايبر اوزمولر عن يعني اللي بره، فشفطت الميه كلها، حصل سيريبرال اديما انتهى. تمام غالبا ده هو السبب. تمام سيريبرال اديما. قال all answer are potentially associated مع الهايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك كوما. الكرت جايدنس ادفايس تريتمنت انيشالي وذ نورمال سلاين انترافينس ريهايدريشن، دائما العلاج بتبدا بسلاين بس نورمال سلاين. التارجت ريدكشن في الاوزمولاريتي المفترض تقل بمعدل 3 ل 8 ملي اوزمول بير كي جي بير اور. اونلي اف ذيس تارجت از نوت بين ميت اند جلوكوز ليفل نوت ريديوسينج سفيشنتلي تو انسولين تو بي ستارتد. تمام لو ما وصلت التارجت ده والجلوكوز لسه بعد ما اديته الفلويد ما بقى نورمال، حتى بعد كده مفترض ابدا انسولين. او لو كان في سيفير اسيدوز ولا كيتونيميا من البدايه، والعيان ده ما كان عنده سيفير اسيدوز ولا في كيتونيميا، فعشان كده باعتباره هايبر اوزمول مفترض ما كان يديه انسولين، هو السبب الكدس فيه. This patient developed cerebral edema secondary to rapid reduction in serum osmolarity. عملت rapid reduction في الاوزمولاريتي على طول، عشان كده حصل له شنو؟ دخل في cerebral edema. تمام طيب تمام. احنا الهايبر اوزمولر قلناها، تحبوا نقراها تاني؟ وحابين نقراها تاني عادي، انا يعني بالنسبه لي عادي. لو انت اول مره تسمعيها دكتوره
ماب ممكن نقرأها مع بعض يعني، مفيش مشكلة. ما عندي مشكلة، لو قلت أقرأها لكم بسرعة كده ما عندي مشكلة، لو قلت نمشي خلاص، لأنه كلامها واضح يعني. بس هي المين يعني كده يمكن ملخص في الهايبر أوزمولر حياة المين، إنه لازم أبدأ بفلويد أول حاجة عشان أعرف إنها هي هايبر أوزمولر ولا لا، لازم البيشن يكون اسمه شنو الجلوكوز بتاعه فوق لل 30، السيرم أوزمولر المفترض تكون أكثر من 320، وإنه البيشن يكون هايبوفوليميك يعني دي حياة المين. بالظبط. الفحوصات عموما يوم بتعمل له الجلوكوز بتلقاه اكثر من كده، بتقيس الاوزمولاريتي، لو ما قدرت تقيس الاوزمولاريتي احسب عديل من الصوديوم واليوري والجلوكوز. ثاني بي اتش والاوزمولاريتي خلاص تقريبا، واقيس الجلوكوز. المانجمنت دي الحاجه المين انه ببدا بفلويد، الفلويد بمعدل معين تقريبا كم كانت 100، ايوه هذه 100 ل 220 ملي بير كي جي مفترض ياخذها خلال اليوم. أقسم الفلويد اللي بياخدها دي نص في 12 ساعة والنص الباقي في باقي ال 12 ساعة الثانية، تمام؟ دي المين. لو الفلويد دايما بتبدأ بسلاين بنورمال سلاين، لو ما حصل له ريسبوند بالنورمال سلاين ولسه البيشن كان يعني كده، ممكن تحويله لهاف سلاين، لكن دايما هاف سلاين يعني بيكون بنخاف منه لأنه بكدس بالبيشن وبدخله في مشاكل، فخليه يكون تبع السبيشاليست، تمام؟ ثاني حاجة فيها شنو؟ طيب دائما قلنا بنأجل الانسولين، ابدا بالفلويد لو ما حصل له ريسبوند او كان في سيفير اسيدوزز ولا كيتونيميا حتى نتج الانسولين، يعني باعتبارهم الاثنين مع بعض او بيك دي كي اي دي الفلويد انها فعلا اتقسمت نص 12 ساعه والنص الباقي 12 ساعه الباقي الثانيه. طيب راغب الريسبونس للتريتمنت زي ما قلنا انه بعمل الجلوكوز بقيس الاوزمولاريتي. ايوه المعلومه انه لو كانت ايوه لو كان المفترض عليه اي 5.5 ملي مول من الجلوكوز مفترض يكون قصاده زياده 2.4 بس في الصوديوم، لو كانت الزياده اكثر من كده معناها انه شنو دي يعني لسه انويد دي هيدريشن مفترض تزيد الفلويد. لو كانت انها مثلا في مشكله في الاوزمولار يعني ما حاصل دروب في الاوزمولاريتي مع الفلويد والصوديوم بتاعه ماشي يزيد اكثر من 2.4 معناها هنا في مشكله في الاوزمولار مفترض هنا يلا اعمل كوركشن للصوديوم، تمام؟ الحته دي واضحه؟ اصلا الطبيعي مع اي نقصان 5 ملي مول او 5.5 ملي مول المفترض الصوديوم يرفع ب 2.4، لو الصوديوم ما رفع بمعدل 2.4 لقيته اعلى من كده والاوزمولاريتي ماشيه تقل معناها انا بس مشكلتي في انه انا ما عملت هيدريشن كويس، ازيد الريت بتاع الهيدريشن. لكن لو الاوزمولاريتي ما تغيرت والصوديوم كان هاي اعلى من 2.4 معناها في مشكله فعلا في الصوديوم، اعمل لها كوركشن برام، تمام؟ تمام يا فندم. هو دي قصده يعني انه ده حاجه طبيعيه، لما انا كل جلوكوز كل ما هدخل جلوكوز للسيلز فيدخل معاها بوتاسيوم ويقوم طالع قصاده شويه ما ده هو الطبيعي، دي الاكسبتابل ان تكون 2.4. أيوة. لو اكتر من كده يبقى انا عندي مشكله كده في انا مش حاسب الفلويد صح. ايوه، او لو كانت الاوزمولاريتي ما حصل ليها دروب لسه البيشن عنده هاي اوزمولاريتي والصوديوم كان ستيل هاي معناها في مشكله في ريالي في الصوديوم، هنا بعمل لها كوركشن لمشكله الصوديوم. طيب ثاني حاجه المهمه لانه الجلوكوز ينقص بمعدل 4 ل 6 ملي مول في الساعه بالريكومندد، والصوديوم قلنا ما يزيد من 10 في اليوم كامل، والتارجت بتاعها المفترض توصل له 10 ل 15. الالكترولايت بتتصلح تقريبا وهي الاوزمولاريتي في 3 ايام. صح، عشان موضوع قلنا الاوفر كوركشن والقصه دي. قصه الانسولين انه ما ابدا به في البدايه، دائما ادي فلويد، لو ما حصل كوركشن بالفلويد او البيشن كان عنده قلنا اسيدوزز ولا كيتونيميا اللي هي انه البيتا هيدروكسيل يوتريت اكثر من واحد، هنا في الحاله دي حتى ادي انسولين يعني باعتبارها انها ميكس دي كي اي وهايبر اوزمولار. اديه كيف؟ ما نفس الدي كي اي، الدي كي اي كان 0.1 يونت بير كي جي، هنا بديه اقل نص 0.05 يونت بير كي جي بير اور. تمام، ثاني البوتاسيوم غالبا ما بنعمل له كوركشن. قال فيه شنو؟ البوتاسيوم على حسب. ايوه على حسب الحاله. على حسب الليفل بتاع البوتاسيوم. تمام. ديش ناخر فقرة target reduction في الأوزمولاريتي 3 ل 8 ملي أوزمول بير كي جي بير أور. Only if this target not being met and the glucose level not reduction sufficiently is insulin to be started. يعني مثلا أبدأ إنسولين ما
اوزمولاريتي لو ما قلت 3 ل 8 لترات 8 ملي اوزمول بير كي جي في الساعه، هنا في الحاله دي والجلوكوز لسه ما قلت حتى ممكن ابدا التسليم. طيب سؤال عايز مننا you should advise which of the following، عايز النصيحة البديلة للزوج شنو. طيب you receive a phone call from a general practitioner regarding a 50 years man who had a thyroid function test performed for a history of weight loss. عملت عنده كان weight loss ليش عمره 50 سنة، عملت له thyroid function test كانت كيف. There is no history of illicity taking levothyroxine، مثلا بياخذ levothyroxine. ثايرويد انه تي اس اتش كان له 0.1% والتي 4 كان 8 في النورمال يعني صح. ويو شود ادفايس المفترض اعمل له شنو ريديشن، ده عمره 50 سنه عمل الثايرويد فانكشن تيست لانه عنده ويت لوس، ما كان ما في هيستوري انه اخذ ليفوثيروكسين قبل كده. التي اس اتش لو والتي 4 في النورمال صح لغايه 12 فيه. ده يعتبر ايه سب كلينيكال، سب كلينيكال هايبر يعني باعتباره سب كلينيكال هايبر. ايوه اعمل له ايرجنت ام ار اي ولا اعيد له البلد انكلودد للباراثايرويد ولا اضيف له تي 3 لانها ممكن تعمل ريبريزنت تي 3 ثار توكسيكوز، يعني ممكن تكون دي تي 3 ثار توكسيكوز افحص تي 3 ولا ابدا على طول راديو ايودين تريتمنت ولا ابدا ثايروكسين ريبليسمنت. بالنسبه للسب كلينيكال هايبر ما هايبو المانجمنت بتاعه بيكون كيف؟ هايبر المفروض ان انا ايه وسنه 50 سنه ادرب معاه الانتي ثايرويد دراج صح؟ تقريبا الهايبر ما ببدا على طول، بعيد الفحص مره ثانيه صح؟ لازم نتاكد هو مش عارف والله، بس هي هي هتبقى صراحة ما متأكدة ما جهزت الموضوع ما قريته، لكن الحاجة المذكرة إنه الهايبر ما بتبدأ على طول. آد تي 3 آد إز ماي ريبريزنت تي 3 ثايرو توكسيكوز، يعني أفحص برضه تي 3 ممكن تبقى تي 3 ثايرو توكسيكوز، لأنه لو كانت فعلا لو كانت تي 3 ثايرو توكسيكوز التي 4 بيكون في النورمال. فعلا صح كلامه. دي اللي بيسموها الايزوليتد باين ولا ايه؟ طيب قال in approximately 5% of patients with clinical and biochemical hyperthyroidism T3 may be elevated prior to T4. This is known as T3 thyroid. تمام؟ بنسبة بسيطة 5% من البيشن عندهم clinical and biochemical hyperthyroidism. يعني إذا العيان جاي clinical زي البيشن اللي جاي بها weight loss. Biochemical اللي جاي TSH تعلي. Clinical and biochemical إنه عندهم فيشة بتاعت hyperthyroidism T3 بيرفع قبل T4. فعشان كده دي بنقول عليها اسمها تي 3 ثايرو توكسيكوز. تمام هنا تي 4 نورمال تي 3 هو المفترض يكون هو العادي. طيب when both free هرمون ار نورمال والتي اس اتش از لو ذا تيرم سب كلينيكال ثايرو توكسيكوز كان ابلاي. ما بقول سب كلينيكال ثايرو توكسيكوز على طول ما لم اتاكد انه برضه تي 3 قاعد نورمال. تمام؟ طيب الراديو ايودين تريتمنت شود ستارتد وذاوت ديسكشن وذ ذا بيشنت and is only used prior to carbamazole in a certain circumstance. الراديو ايودين عشان مشاكل الكومبليكيشن لازم اديه قبل اول حد يعمل سبيشال للبيشن انه حكايه كونتراسبشن وما كونتراسبشن لو عنده اي بروبلم او كده. المهم دائما لازم اعمل سبيشال للبيشن قبل ما ابدا الراديو ايودين تريتمنت وخاصه قبل الكاربامازول برضه في certain circumstances. بالنسبه للام ار اي would be part of work up for secondary hyperthyroidism. لو كان السبب بتاع الثايرويد secondary causes في العمليه الثايرويد محتاجه لام ار اي. طيب الباراثايرويد not useful in this circumstance. فعلا الباراثايرويد ما عنده علاقه بالثايرويد فعشان كده في داعي انه افحصه. السارتين الثايروكسين would not a good idea. تمام لانه هو اصلا البيشنت عنده فيتشر بتاعت هايبر ما في داعي يبدا ثايروكسين ما حيفيده بحاجه. تي 3 ثايروتوكسيكوزيس treated in the same manner as تي 4 هايبر ثايروكسين. بيعالج بنفس الفهم اللي هم الانتي ثايرويد كارمازول بروبايل ثايروسيل بنفس الشيء تمام نفس المنهج. يعني الخلاصه دائما لو جاب لنا تي اس اتش لو وجاب لي تي 4 بس ما بقدر اقول نورمال، ما بقول انها سب كلينيكال هايبر ثايروديزم او سب كلينيكال هاي ثايروتوكسيكوزيس ما لم اتاكد من تي 3. لو تي 3 نورمال لازم اكسكلود اللي هو اللي بيسموه ايزوليتد تراي ايودو ثايروتوكسيكوزيس تقريبا.
كده الموضوع ده ولا؟ ماشي مفيش مشكلة. تمام طيب كلينيكال، معلش يا دكتور حسن لان انا ما قاعد داير اتابع معاكم، لو في موضوع يتقرا قبل كده قول لي يتقرا عشان امشي فيه تمام عشان ما تمام اكل مره اقرا الدرس كامل اخركم. لا لا جو اون عادي، بالعكس الموضوع ده جديد يعتبر فريش. ماشي طيب، بالنسبه للسب كلينيكال هايبر ثايرويديزم ان انتيتي ويتش از جين ان انكريز ريكوجنيشن، يا مصطلح بقى الان ماشي اتعرف عليه بصوره اكثر، ديفاين ات. اقول ان سب كلينيكال هايبر لو كان نورمال سيرم فري ثايروكسين وتراي ايودو سيرونيد ليفل، تمام، الفري ثايروكسين يعني في 3 وفي 4 الاثنين نورمال، والتي اس اتش بيلو للنورمال رينج اللي هي اقل من 0.1، تمام، محتاجين لها حاجتين عشان اقول انها سب كلينيكال هايبر، نورمال ثايروكسين وتراي وفي 3 الاثنين مع بعض والتي اس اتش مفترض يكون له. الاسباب بتاعتها شنو بتاعت السب كلينيكال؟ يا اما مالتي نودولار جويتر خاصه في الالدر فيميل، او اكسسيف ثايروكسين جيف مي جيف سيميلار بايوكيميكال فيتشر، لو العيان مثلا هايبو او اخذ كميه كبيره من الثايروكسين بيدينا نفس الفيتشر اللي هي سب كلينيكال هايبر بيدخلوا لنا، او العيانه كانت الدر فيميل عندها مالتي نودولار جويتر ممكن برضو تكون داخله في سب كلينيكال هايبر ثايروكسين، تمام. ده السببين الاساسيات الامبورتنس ان ريكوجنيشن السب كلينيكال اللي انا اعرف الفائده فتا ايه. طيب هي لاي ان البوتنشال افكت اون الكارديوفاسكولار سيستم، ممكن العيان يكون داخل في اي اف ان البوم ميتابوليزم اللي هي اوستيوبروز، it may also impact on the quality of life and increase the likelihood of dementia، ضروري اعرفها لانها ممكن تاثر على الكارديو والبون، دي اهم حاجه. الكارديو بتاثر عليه كيف؟ العيان بالاي اف، والكومبليكيشن ثاني على البون بتدخل العيان في اوستيوبروز، برضه ممكن قال لك تدخل البيشن في شنو؟ في ديمنشيا، اللي هي الكواليتي اوف لايف بتزيد الريسك بتاع الديمنشيا، عشان كده ضروري انه نعرف السب كلينيكال هايبر ثايرويديزم، اعرفها بالحاجتين اللي قلناهم واسباب اللي هم السببين. طيب اعالج كيف السب كلينيكال هايبر؟ التي اس اتش اوفن ريفيرت نورمال، افترض ارجع التي اس اتش للنورمال، زي فور الليفل ماست ريزيستنتلي لو تو ويرنت انترفنشن، مفترض يكون شنو؟ متواصل يعني على كم فحص انه يكون لو عشان انها محتاجه للعلاج. طيب a reasonable treatment option is a therapeutic trial of low dose antithyroid agent for approximately 6 months in an effect to induce a remission. ابدلو بجرعه بسيطه من الانتيثايرويد لمده 6 شهور بيحصل ريميشن، برجع كده تي اس اتش للنورمال، تمام. دي كده باختصار السب كلينيكال هايبر ثايرويدز، مهمه عشان الكارديو والبون كومبليكيشن على الكواليتي اوف لايف والديمنشيا، بعالجها كيف؟ بلو دوز انتيثايرويد دروب لمده 6 شهور. أسباب اللي هم السببين والفيتشر اثنين، واضحة صح؟ تمام، الله يعطيك العافية، ما شاء الله ممتاز. الهايبو كلينيكال هايبو هي اللي معقدة شوية، فيها أقل من 10 لازم، لو كان إلا لو كانت فيها ستة من 4 ل 10 وأكثر من 10 صح، ولو كان إلدر بأخر على طول أبدأ يعني ما أبدأ، ما أنا ما متذكرة صراحة الكلام لأنه طول شوية. لو مرت علينا إن شاء الله نقولها تاني. تمام حلو. طيب السؤال، طيب what is the most likely given the most likely diagnosis، بما إنه دون الديagnosis what is the most immediate management، عايزين العلاج للبيشن مشكلته شنو؟ 24 سنة female patient attended a young person diabetic clinic for a routine follow-up. She developed type 1 diabetes mellitus 4 years ago, presented in a DKA at that time. جات the DKA قبل 4 سنين وشخصت بأنه عندها type 1 diabetes عمرها 24 سنة. Since then, she has been well controlled on carbohydrate counting and basal bolus insulin. تاخد ضيات وبازل بولس انسولين. Since starting the treatment with insulin, she has developed vitiligo on her hand and feet, which caused her on some distress. بعد ما بدأت الإنسولين يعني إنها طيب واحد كأوتو إميون، جاتها طوال معاها vitiligo في الهاند والفيت، بعمل لها شوية stress. She is very aware of her skin pigmentation due to her vitiligo and reported on his encounter that she feel her skin in her arm bit has a golden darker. السكين في الارم بيت ماشي على انها داركر يعني كان سوزز نيجرس ولا شنو. She has also report vague symptom of nausea, weight loss and muscle weakness. برضه عندها نوزيا weight loss muscle weakness. She has to stop playing bed شنو
بادمنتون بادمنتون لفنا with her friend due to an occasional light headache and having faint once. عندها headache وحصل لها وقعت مرة واحدة عشان كده وقفت اللعبة المفترض تلعبها مع أصحابها دي. طيب her blood sugar diary show an early morning fasting. الفاستين كان 7 يعني لسه عالي. الهايست sugar level recorded أعلى مستوى بتاع سكر كان عندها كان 13.2 with an occasional dip below للأربعة يعني دائما بيكون كان قال لي أقل من 4. الإكزامينيشن يعني نفس الملخص إنه عيانة قبل 4 سنين كان ده في DKA شخصت بأنه عندها طيب 1 ديابيتس بدت علاجاتها بالإنسولين والدايت كنترول ظهر لها في اللايف وعمل لها استرس الأزلة بتاعتها كانت داركر عندها نوزيا ويكنس بقيت ما قادرة تمارس رياضاتها عندها هيدي بتصل لها فيتنس الفاسين بتاعها كان هاي وفي قراية إنه وصل 13 وتاني قراية إنه كان فيري لو 4. طيب الاكزامينيشن قال انه عندها هايبر بيجمنتيشن في الاكزيلا بايلاترالي زائد فيتيلايجو بريزنت ان بوث هاند اند فيت بوت ذيس از كونسيستنت وذ ا بريفيوس اكزامينيشن. الابدومينال اكزامينيشن ريفيل جنرالايز تندرنس وذ نو غارد. سام ابدومينال استريا ار سي برضه في استريا ظاهره. طيب سام سيمبل انفستيجيشن كاري اوت بالنسبه ليها اول حاجه عملنا البلد بريشر اونلاين كان 110/76 في الستاندين في دقيقة وفي 3 دقائق في دقيقة كان هايبوتنشن 94/70 في 3 دقائق لسه ما واصل لجد يعني زولة دي عندها بوشرة الهايبوتنشن وبيتي اللايجو تايب 1 ديابيتس. طيب هيموجلوبينا 12 كويس بليتلت تمام توتال كويس صوديوم لو بوتاسيوم هاي يوريا نورمال كرياتينين نورمال بايكارب هو كم من 18 قال لي شوية الراندم بتاعها 4 هايبوجلايسيميا والA1C كان 7.5 يعني البيشن دي عندها هايبوناتريميا هايبركاليميا ماشي على أسيدوزس شوية الشجر بتاعها نورمال الA1C أبر ليميت عامل 7.5 عندها بشرة الهايبوتنشن بتلايج والديابيتس ده بس في الدياجنوز خدتنا في بالنا حيكون المانجمنت. طيب بما إنها عندها هايبوكاليميا هايبوناتريميا وهايبركاليميا وهايبوجلايسيميا على كم مرة؟ فالزولة دي داخلة في أديسون صح؟ أديسون ومعاها حاجات أوتو أميون بقى ومعاها فيتيلايجو برضو يا أديسون نديها هيدروكورتيزون ده أهم حاجة بتاعتي فالإميديت مانجمنت تقريبا يهم هيدروكورتيزون لأنه لو قلنا هايبرتونيك سلاين يعني ما سيبير هايبوناتريمي عشان أبدأ الهايبرتونيك سلاين إلا يكون أقل من 120 طلعناها برا لو كان انها كمان هي ما عندهاش لا كونفيوجن ولا كونفرجن ولا عشان نستخدم ما عندها بتاعت سيمتوم بتاعت هايبوناتريميا فعلا السيفير جلوكوز ما عندها سيمتوم برضو بتاعت جلوكوز هايبوجلايسيميا اقصد بايكارب ما في الهايبوجلايسيميا الشديده ولا الاسيدوز الشديده عشان ادي بايكارب تقريبا هي كلاسيكال اديسون وبرايمري لانه هايبر بيجمنتيشن معاها برضو ايوه هايبر بيجمنتيشن انه عندها اذر اوتو اميون ديزيز هابيشن اوكي معلش يا جماعه جست ا مينيت ممكن تواصلوا بس لانه عندي مريض. طيب اوكي انا اقرا الاكسبلانيشن على ما تيجي الدكتوره. The symptoms and the findings above are highly suggestive of Addison disease with the early signs of Addison crisis. The immediate management is to give a steroid to replace the deficiency that is present. The patient above will also need adequate rehydration therapy. Once steroids are given, they may be able to take this orally. But in reality, the most patient would be started في intravenous normal saline. The results shown above does not suggest the presence of hypoglycemia and after the injection of steroid, this blood sugar is likely هيحصل له increased يعني تمام. طيب الأديسون ديزيز هو بارت من أوتو أميون بالضبط هو ده هو القصة دي جاية كبولي اندوكراين سيندروم تايب 2 تحديدا اللي قلنا بيبقى فيه أديسون بلس إيه بقى؟ يا إما ثيرويد يا إما ديابيتس هو ده هنا جاي مع إيه مع الثيرويد
فهنا in patient presenting with more than endocrine or autoimmune disorder should be considered the other possibilities disorder. ماشي. وهنا بيتكلم على الادسونيان كرايسيس. الادسونيان كرايسيس دي بتحصل امتى؟ اي حد عنده ادرينال انسفيشنسي، دخل في سيبسيس، دخل في عمل سيرجري، دخل في ستريسفول كونديشن، فده ممكن يدخله في الكرايسيس. تمام. في حاجه ثانيه سموها الووتر هاوس فريدريكسن سيندروم، عباره عن واحد بيبقى عنده مننجايتس، والمننجايتس دي بتعمل هيموريج في الادرينال جلاندز في بايلاترال، فبتعمل بدخلنا برضه في الادسونيان كرايسيس. بس او واحد بياخد استيرويد على لونج تيرم او كميه كبيره وفجاه سحبها من غير ما يعمل تيبرنج، كل ده هيدخل في ادسونيان كرايسيس. اعمل ايه فيها؟ هدي هيدروكورتيزون 100 مللي جرام اي ام او اي في، وبعد كده 1 لتر نورمال سراين انفيوزد على نص ساعه لساعه، اور ديكستروز لو هو كان هايبوجليسيميك. بعد كده بنكمل هيدروكورتيزون كل 6 ساعات لغايه ما البيشنت يبقى ستيبل، ما بنديش المينرالوكورتيكويد لانه هاي كورتيزول له برضه يعني مينرالوكورتيكويد اكشن، يعني اللي هيغطي على الناحيتين، فما فيش داعي ان انا ادي مينرالو وكورتيكويد هيغطي على الناحيتين. Oral replacement may be given after 24 ساعة and to be reduced to maintenance over 3 لـ 4 أيام. أظن إحنا نكتفي بهذا القدر النهاردة، حلو أوي كده.